سبعة إلا عشرة إلا خمسة؟ لأ، ما احنا قايمين ستة وهي قاعدة من ستة ونص. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، يلا قولي لهم ازيكم. ازيكم اصحابنا؟ عاملين معاكم جودي، معاكم جيدة من قناه عالم جودي. النهارده هنعمل فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو عايزك تستنى الفيديو ده ل 2000 لايك. النهارده اول يوم امتحانات للشهر بتاع جودي، امتحانات شهر نوفمبر. النهارده عليها عربي، عليها جبر، عليها كمبيوتر. اكتر 3 نقط بكرهه. لا بس انتي بتحبي العربي. العربي سهل، بس الهندسه فيها حاجات متشابكه متلعبه كده. انا قلت جبر. اه انا اسفه، انا اسفه. عربي وهندسه، معلش انا بتلخبط ما بينهم، عربي وهندسه وكمبيوتر. العربي سهل، الهندسه والكمبيوتر فله. مش بتحبهم. امبارح كانت معايا في مراجعه العربي، كانت كويسه جدا. الهندسه انا ما بفهمش فيها قوي، والكمبيوتر ما لهوش وقت. الف سلامه عليكي. بصوا، هي فطره، احنا اولا قمنا بدري جدا 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 النهارده، فطره بسرعه ولبست وقعده. القعده دي من الساعه 6:30 في الارض، في الصاله، في الارض. طب انت مركزه بتذاكري ايه وبتكتبي ايه؟ هي بتكتب عشان اللي بتكتبه بتفضل فاكراه، ما بتنساهوش. مركزه؟ طيب ماشي حبيبتي. تاخدوا 5 جنيه؟ ده وقت تاخدوا 5 جنيه؟ اسكتي عشان اختك تركز. انت بتنقلي ايه؟ طيب بنين السطر ده، لان التنوع لا يشبع ولا. ماشي شطور، على مهلك خالص. انت يلا يا جوجو، كفايه. انا كده خلصت. العربي بقى سهل. كفايه كده عربي، الحمد لله حافظاها، بس هتعرفي تكتبيها صح عشان انت بتتلخبطي. على فكره انا وجودي، انا اسفه، انا وجودي في العربي ضعيفين بجد والله. فممكن تبقى عارفه الكلمه وتتلخبط في الكتابه، ممكن بتتلخبط برضو في القرايه. العربي بالنسبه لها شبهي، لا بس يعني ضعيفه شويه. ماشي، ها كنت هتقولي ايه؟ الهندسه رخمه. الهندسه؟ طب انت وشك ماله كشر كده ليه؟ معرفش. لا قولي يا رب خير. رب هاتي كده. طيب ايه؟ استنى، يتطابق المثلثان اذا تطابق كل ايه من احدهما معنى زيرو من الاخر. ضلع زاويه راس. ضلع. طيب الحمد لله، الحمد لله. المستقيم العمودي على مستقيم احد المستقيمان عمودي متوازيان. لا كملي. متوازيان يكون ايه على الاخر، موازي ولا عمودي ولا متقاطع؟ عمودي. تمام. المستقيمان الموازيان لايه؟ لثالث. المستقيمان محدش يركز في العربي بتاعي. المستقيمان الموازيان لثالث بيكونوا ايه؟ متعامدان، متوازيان، متقاطعان؟ متوازيان. طب ماشي، انت في ال انت ما انت كويسه اهو. استني لسه في هنا. ايه دي؟ يتطابق المثلثان القائمة الزاوية إذا تطابق أحدهما إيه وإيه مع نظيره مع الآخر. إذا تطابق إيه وإيه، هي تنحت كده ليه؟ هي تنحت كده ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. دلع. أحد ضلعيه. حذي يا كوكو. ماشي، ها أحد ضلعيه. وحاجة مهمة جدا، وتر. يس. طب خايفة ليه؟ وتر. لا وتر وإحدى ضلعين قائمة. أيوة كده. طيب اذكر حالتين من حالات التطابق. إيه؟ إيه؟ انت ايه؟ قولي. انا مفيش اختيارات. ماشي. ايه؟ دلع. دلع واحد. دلعين. وايه؟ وزاويه. يس. امسكي بقى، بصي عايزاكي تراجعي بقى على كل المسائل اللي فيها الارقام بقى. دلعين يا جماعه، لان اللي فيها الارقام دي بتتلخبط فيها شويه. دلعين مثنى. دلعين مثنى. وزي صديقان مثنى. هي المثنى بيبقى بالالف والنون ولا بالياء والنون؟ الف والنون. امال الياء والنون دي بتبقى ايه؟ دلعين دي تبقى ايه؟ لا انا مش بعرف، انا مش بعرف عربي. لا دلعين اتنين، مش دلعين. انت على فكره جايده اشطر مننا في العربي صراحه. دلوقتي هتراجع هندسه. يلا يا قلبي بسرعه. تم بحمد الله، الحمد لله. رجعت على الهندسه ورجعت على العربي، ومعانا ربنا في الكمبيوتر. على الله حكايتنا في الكمبيوتر. الكمبيوتر اكتر ما يجي اختر، بس يا رب يجي سهل، يا رب يجي سهل. يلا بينا. لا في واحده هتنام دلوقتي. ايه فوقيلي، يلا عندنا مدرسه. شيل الشنط ويلا بينا. ايه جودي، ايه جودي، انت لو رايحه اقول لك ايه؟ تناقش الماجستير يا جودي.
ده لو دكتوراه يا قلب ماما. في ايه؟ واحده جابت حاجه حلوه والثانيه لا حول لها ولا قوه، ماشيه عماله تذاكر كمبيوتر. مش عارف امال هنعمل ايه في امتحانات نص السنه؟ مش هننام بقى نذاكر طول الليل ما ننامش؟ صح. استنى خدلك صوره. الحمد لله وصلنا مقر الجامعه عشان جودي تدخل تناقش رساله الماجستير. الحمد لله يا رب. الحمد لله. لا قولي يا رب. قولي ايه؟ قولي يا رب. اول ما تتزني كده تلاقي نفسك مش عارفه تحلي، قولي يا رب على طول. فاكره زي ايام السباحه قبل ما تنطي قولي يا رب. يلا بسم الله. في واحده هنا غرمتنا على الصبح. هاتي بس فين، طلع لي قلم. غرمتنا على الصبح هي 23 جنيه والراجل خد 25 جنيه عشان ادانا مسطره هديه، بس هي مش هديه، احنا دفعنا حقها. ما علينا. عليها اسمها ايه دي؟ عليها اسمها ايه؟ كراسه الاول شرح تدريبات. يعني خلاص كراسه الاول دي مش هننجح من غيرها؟ يلا كراسه الاول نكتب زيداء. اكتب زيداء فين؟ هنا. هنا؟ اهو. جيداء حسام الدين. يلا يا قلبي انا ولا تزعلي، كانت هتتجنن على كراسه الاول. هتموت على كراسه الاول؟ اه اهي كراسه الاول على الصبح. اداني جدول تاني. وادها جدول تاني. اهم حاجه الجدول والمسطره. يلا. طب والله حلوه، نذاكر فيها مش مشكله. يلا. ماشي يا سكر. يلا شيلي. بصوا ولادي مجتهدين مجتهدين، هيجننوني بس. يلا يا ستي. انا مبسوطه قوي. مبسوطه قوي. كل ده عشان كراسه الاول؟ ادينا جبنا كراسه الاول. رحت اجيب، رحت اجيب جودي من المدرسه، رحت اجيب جودي من المدرسه. الاقي في بيتكم فين؟ الاقي بنوتي القمر. بصوا زعلانه قوي، زعلانه. موقعه فين؟ هنا اهو. هنا اهو. فين كمان؟ هنا اهو. اهو دوت جودي. طب شيلي صباعك عشان تبان. جودي جودي حبيبتي، ده مش جبس يا ماما، ده كده جرنان. دي مجلة كده، دي مجلة. هي كتبت لها النهارده هي فين؟ لا مش احنا بس. كفاية ده انتوا عاملين جرنان. حاسبة العربية، حاسبة العربية. أنا عايزة أقول لكم أنا نسيت، أنا نسيت أسألها عملت إيه في الامتحانات، نسيت انشغلت في المنظر ده. حبيبتي ريتال دي بنوتي، بنوتي من أيام ما كانت قد كده، من تانية ابتدائي. تانية ولا أولى؟ أولى. مش عارفة أنا ثانية. ودلوقتي استغفر الله العظيم يا رب، ولا أعرفها دي ولا أعرفها. دي عروستي أنا فاكراكي بس مش فاكرة اسم. أيوة. بيتكم فين؟ إحنا ماشيين كده صح؟ آه. طب تعالي نوصلك وبعد كده نشوف. عملتي في الدرس يا جودي؟ في الامتحان يا جودي؟ سهولة. العربي سهولة. والهندسة الحمد لله. والهندسة برضه بالورق. في حاجة جت بره الهندسة بره الورق؟ بالله عليكي طمني. طب الكمبيوتر اللي احنا ما بصيناش عليه كده كله سهل. مسألة هيجي اختر، واي حد مش مذاكر هيذاكره بالبركه، هيحله بالبركه قصدي. اه ويتحل الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طب ممكن كلنا ندعي لريتال ونقول لها الف سلامه عليكي تمام كده. ويونس ابو الاحضان ده قولي له الميس هتاكلك، قولي له الميس هتعمل فيك ايه؟ هتاكلك. نوصل ريتال ونكمل معاكي. وصلنا ريتال. ايوه تمام. وجبنا برانش ده اللي احنا عايشين عليه كل يوم بعد المدرسه. جايبين هنا جودي عشان هتطلع الدرس بتاعها لسه. انا مش طالعه، انا مش مركزه. الدرس انا طالعه. انت اهم حاجه وهي ستي انا. الدرس بتاعها كمان 10 دقائق لسه. اطلع معاكي ليه؟ ما انا كفايه عليا دروس طول النهار. اهم حاجه العربي. العربي جيم اللي انت راجعتيه الصبح وذاكرتيه امبارح. ايوه. الهندسه سهله. الكمبيوتر جيم اللي انت ما ذاكرتيهوش لا خالص. لا اللي انت كنت مراجعه الايام اللي فاتت لما بصيتي في الورقه افتكرتي كده والاجابات كانت واضحه كانت سهله كله اختار. طيب يعتبر كده اليوم بتاعنا خلص، لان هو ده كده الروتين او ده الجزء اللي كنا عايزين نصوره لكم اليوم النهارده. الامرايه الجميله دي اللي كانت بتحضر الصبح رساله ماجستير. ماجستير خلاص هتطلع الدرس بتاعها. وبصراحه الحمد لله انه عدى على خير، لان بخاف جدا من العربي. يلا اقول لهم باي. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الشمس. اقول لكم كل فيديوهاتي جديده. باي باي. يلا باي.